هلو ماي دير ستيرز، اهلا بيكم حبايبي الحلوين برايمري 1، وحشتوني كتير. النهارده ان شاء الله بنكمل شابتر 1. معانا النهارده ليسون 7. ليسون 7 بيتكلم عن حاجه اسمها رايتنج نمبر فروم 0 تو 3. كنا احنا خدنا في الفيديوهين اللي فاتوا النمبرز كاونت اب تو 5، يعني خدنا نمبر 1 و2 و3 و4 و5. قبل ما نكمل ونبدا السيشن بتاعتنا والفيديو بتاعنا، مش محتاج ان انا افكرك ان الفيديو بتاعنا مقسوم على تو بارتس، على جزئين، الجزء الاول هو الباوربوينت والجزء الثاني ان احنا نحل مع بعض في كتاب المعاصر. يلا بينا. طيب يا مستر، دلوقتي انت بتقول لي هنعمل رايتنج للنمبر فروم 0 تو 3. طيب النمبر ده يا مستر ايه هو؟ النمبر ده 0. 0 يعني ايه 0؟ يعني nothing. Nothing يعني ايه nothing؟ يعني ما فيش اي حاجه. يعني لما اجيب لك البوكس ده اهو، والبوكس ده فيه هنا كات، فيه هنا ابلز، فيه هنا اي حاجه، ما فيش فيه اي حاجه. فاقول ما فيش اي حاجه فيه يعني ايه؟ يعني number zero. طيب تعال بقى نعمل writing the number. ازاي اعمل writing the number؟ انا عاوز اعمل zero دلوقتي، فهاجي هنا اعمل الاو بتاعتي دي كده، انا ماشي كده على الاو، يبقى انا كده عملت نمبر 0. طيب الزيرو الليترز بتاعته زي او زد اي ار او، تاني كده زي اي ار او زيرو. اوكي يبقى زيرو زي اي ار او. طيب وبعدين عندنا نمبر 1، ده الفور بتاعت نمبر 1، ادي 1 بنعمل داش كده ونعمل لاين كده، ده نمبر 1. بص انا عملتها مش حلو قوي، ممكن نعملها مره ثانيه، ادي اهو. ممكن انت طبعا تعملها احسن مني بكتير اكيد. يبقى ادي نمبر 1، بص انا اتعوجت مني ثاني، تعالى نعملها مره كمان، ادي نمبر 1. اوكي يبقى نمبر 1 طول ما انت قاعد تجرب كده هتقدر تكتب نمبر 1. طيب الليترز بتاعت ال 1 O N E، O N E يبقى O N E 1، O N E 1، O N E 1. يبقى عندنا 0 Z E R O، Z E R O 0، 1 O N E، O N E. اوكي يا شباب. طيب تعالى كده نشوف النكست 1، قال لي ده 2. جميل، بص بقى ال 2 بنعملها ازاي. بنعمل كده 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 اهو، ممكن نعملها مره كمان، ادي اهو ادي ال 2. جميل، ممكن مره كمان، ادي يا مستر ال 2. طول ما انت قاعد جرب ال 2 كده هتلاقيها بتكتبها احلى مني بكتير. يبقى 2، بص بقى الليترز بتاعتها تي W O T W O 2 T W O 2 T W O 2. طيب ده نمبر ايه؟ نمبر 3. بصي طلعت مش حلوه ازاي؟ بنعمل سيرك كده وبنعمل كمان كده 3، ادي اهو 3. يبقى 3 T H R double E. ايه double E ديت؟ يعني E E، بدل ما نقول E E بنقول ايه؟ double E. يبقى T H R double E، T H R double E، T H R double E 3. يبقى عندنا 2 T W O، T W O 3 T H R double E 3. جميل. طيب يبقى انا دلوقتي عرفت ال 0 Z E R O، 1 O N E، 2 T W O، 3 T H R double E. جميل، محتاجين نحفظهم بالword form اللي هي بالليترز ديت، وكمان تبقى انت قادر تكتبهم بالديجيتس. اوكي تمام، محتاجين كمان نقرا السؤال ده. يلا بينا يا ساعدني.
اتفقنا لازم نتعود نعمل ريدنج للاسئله بتاعتي عشان اقدر افهم هو عاوز مني ايه. بيقول لي هنا ايه؟ join according to the suitable number. تاني join according to the suitable number. يعني ايه بقى يا مستر join according to the suitable number؟ يعني هنعمل match، هنوصل according the suitable number للنمبر المناسب، للنمبر الكوريكت. يعني هنا في كام كات؟ ادي هنا 1 2 3. فين نمبر 3؟ اهيت يا مستر. طب هنا الجيراف، هلاقي 1 جيراف، يبقى هعملها ماتشنج بنمبر 1. طب الدوغ 1 2 3 4، يبقى هعملها ماتشنج نمبر 4. يبقى ده بيقول لي هنا join according to the suitable number. طيب جميل، تعالى بيقول لي ايه تاني؟ write the number of raised fingers. تاني write the number of raised fingers. طب مستر انا مش فاهم هو انت عاوز ايه؟ تعالى كده نبص على السؤال. كده انا فهمت، يعني هنكتب النمبر بتاعي حسب الايد اللي مرفوعه فيها الفينجرز بتاعت الصابع اللي فيها. فهنا في كام فينجر؟ اللي فيه 1. ممكن بقى نحاول نكتبها باللترز، يعني انا عاوزك هتعرف تكتبها بالنمبر بالديجيت، هتكتب لي ال 1 صح؟ جميل، بس عاوز اكتبها بالليترز، مين هيفكرني؟ ايوه O N E. very good، تمام. طيب تعال نشوف النكست وان. هو هنا في فينجرز مرفوعه؟ لا مفيش. كلمة مفيش يعني nothing. nothing يعني ايه؟ يعني zero. جميل، اللي هي الاو. لو حد يفكرني يا مستر كده فيكو، مين هيقول لي بالليترز؟ عشان احنا عاوزين نتعود نكتب الليترز بالورد فورم. ايوه سمعت حد بيقول لي زي، very good. بعد كده اي، excellent. بعد كده ار، very good. بعد كده O، very very good. يبقى Z A E R O، تمام. طب next fingers دي بقى، ها في كام fingers هنا عندك؟ يلا نعملهم count. 1 2 3. very good. ادي يا مستر number 3. جميل، بس انا محتاجها بالword form بالletters. ايوه T H R، very good. double E P H R double E. جميل، حلو قوي. طب تعال نشوف ال next question. بيقول لي هنا ايه؟ draw dot according to the number. يعني احنا هنعمل dot حسب النمبر اللي هيجي لي، تمام. فهنا في نمبر ايه؟ نمبر 4. فالمفروض نعمل ايه؟ نعمل 4 dots. يلا ادي 1 ادي 2 ادي 3 ادي 4. very good. طب هنا يا مستر 0، يبقى هنعمل دوت؟ لا هنسيبها فاضيه كده. نسيبها ايه؟ فاضيه. طالما سبتها فاضيه يبقى ده معناه ايه؟ نمبر 0. جميل. طيب draw dot according to the number، بردك عايزين نعمل الدوتس. هنا في نمبر ايه؟ نمبر 2. يبقى هنعمل ايه؟ 2 دوتس. ادي first one وادي second one. جميل، تعال نشوف next one. هنا في number ايه؟ number 1. يلا هنعمل ايه؟ 1 dot. جميل جدا. اوكي، يبقى احنا النهارده عرفنا ازاي بنعمل writing للنمبر from 0 to 3. جميل، يبقى احنا خدنا 0 وال 1 وال 2 وال 3. كده احنا خلصنا الجزء الاول. هل الفيديو بتاعنا خلص؟ طبعا لسه، زي ما اتفقنا. يلا بينا نروح نحل مع بعض. يلا بينا، يلا بينا شباب، يلا بينا. احنا هنا فاتحين البيج بتاعتي دي، الفيرست بيج بتاعت ليسون 7، بتتكلم عن النمبر 0 اللي هو nothing، ان مفيش حاجه، وبتقول لي ازاي بنعمل رايتنج نمبر 0. عاوزك بقى تعمل تريس وتكتب نمبر 0 في الديجيتس بتاعتك هنا، اوكي، بالليترز بتاعتك. جميل، وبتفكرني بنمبر 1، ده الفور بتاعت نمبر 1، وهتعمل لي تريس هنا
يعني هتدوس على النقط بتاعت نمبر 1 عشان تكتب نمبر 1. حد بقى يفكرني ال1 الليترز بتاعتها ايه؟ ايوه O N E. طبعا انت هتكتب احسن مني اكتر من كده بكتير. اوكي تمام، يلا بينا نكمل كده. بيقول لي نمبر 2 هتعمل هنا بردك للتريز بتاعتك بتاعت نمبر 2 الليترز بتاعتك T W O. very good، جميل جدا. طيب عاوزين نشوف النكست بيج نمبر 3. ها مين هيفكرني بالليترز بتاعت نمبر 3؟ T H R دبل E كده نمبر 3. جميل، تعال بقى نحل مع بعض. ها بيقول لي هنا first question، بيقول لي circle the group according to the number. يعني انا هنا مديك number، النمبر ده نمبر ايه؟ نمبر 2. فين هنا اللي فيهم الجروب بتاعه اللي فيه 2؟ من نفس الحاجه طبعا، يعني هنا في الابلز هتلاقي في 3، ما ينفعش احط عليها circle. طب الchicken دي هلاقي في هنا 1. طب الكوكو دي ها 2، يبقى هنا هنعمل circle around it, around this object. طيب هنا نمبر ايه؟ نمبر 3. فين اللي فيهم 3؟ ايوه very good، ال 3 flowers. طب 1 فين اللي فيها 1؟ اللي هي مستر دي نمبر 1. جميل جدا، تعال نشوف next question. بيقول لي join according to the suitable number، زي السؤال اللي احنا حليناه قبل كده ها في الباوربوينت. هنا how many rabbits؟ 1 2 3، يبقى نعمل matching number 3. طب ال donkey اللي فيه 1، يبقى هنا نعمل matching number 1. ال dog اللي فيه 1 2، يبقى matching number 2. جميل، حلو قوي. تعال نشوف ال next page. بيقول لي بقى هنا ايه؟ how many birds are there؟ يعني بيديني فوتو هنا في left side وفوتو في right side، وبيقول لي how many birds and write the number. طيب هنا في كام birds؟ اللي في 1 2 3، يبقى انا هنا عندي 3. ممكن نكتبها بالديجيت، ممكن نكتبها بالword form. طبعا بقى انت هتكتب احسن مني، انا بدات اهو اكتب كويس تمام، كل مره على مره هتكتب احسن. طب هنا في كام بيرد؟ مفيش ولا بيرد، يبقى هنا ايه؟ زيرو، يبقى ال Z E R O. طب هنا هاو ميني بيرد؟ في 1، يبقى اكتب 1 اهي، وهنكتب O N E. هاو ميني بيردز؟ في 2 بيردز، يبقى هنكتب 2 T W O. طيب نكمل كده يا مستر، نشوف بقية الكويشنز. ها في هنا how many birds في left side؟ اللي في 2 birds، يبقى هنا عندي 2، يبقى T W O. هنا 1 2 3، يبقى 3 birds T H R double E. طبعا كل ما هنكتب اكتر كل ما ايه letters بتاعتي هتبقى ثابته معايا. اوكي وما نحاولش نسهل نفسنا ونقول ايه انا هكتبها بالديجيتس بس يا حبايب. اوكي تمام، هنا بيقول لي ايه تاني؟ بيقول لي write the number of the raised fingers. فاكرين السؤال ده اللي في باور بوينت؟ هنا بيقول لي في كام fingers؟ في 2، يبقى T W O. انا بحاول اقولهم معاك عشان خاطر ايه تفتكروا وما تنساهمش تحفظهم بسرعه. هنا في كام fingers؟ 1 2 3، يبقى T H R double E. في كام fingers هنا مرفوعين اهو؟ فيش، يبقى Z E R O. طب وهنا في كام fingers؟ 1، يبقى O N E. جميل، هنا بقى بيقول لي ايه؟ بيقول لي draw dot according to the number. ها هنعمل الدوت بتاعتي، يبقى دي هنا في number ايه؟ number 2، يبقى 1 2، بس كده. طب هنا 1، طب هنا في 3 1 2 3. بقت الفيس بتاعي هنا عاملين زي شكل البني ادم الحلو الجميل. طيب draw hearts to get the written number. هنا بقى بيقول لي ارسم زي القلب ده كده حسب النمبرز بتاعك.
النمبر هنا نمبر ايه؟ نمبر 3. بس انا هنا عندي كام هارت؟ في 1، يبقى انا محتاج هارت كمان يبقى كده 2، وهارت كمان ادي كده 3. طب هنا عاوز نمبر ايه؟ نمبر 2. بس انا عندي كام هارت هنا؟ 1، يبقى اعمل هارت كمان اهو، يبقى انا كده عندي 2 هارتس. ممكن طبعا تعمل لهم كالرنج، تلونهم زي ما انت عاوز. اوكي؟ تمام. تعال نشوف نيكست كويشن. بيقول لي ذا نمبر لاين، فاكرين نمبر لاين ده؟ تعالى كده. بيقول لي ذا نمبر لاين از ا لاين اوف نمبر ذات جو ان اوردر. يعني ايه؟ يعني بنعمل هنا لاين وبنحط عليه النمبرز بتاعتي 0 1 2 3. فهنا بيقول لي ايه؟ كاتب لي هنا نمبر لاين وسايب لي سبيس فاضيه، حاجات فاضيه كده هنكملها. فهنا في نمبر ايه؟ 0 1 2 يبقى النكست فيري جود 3. طب هنا 0 1 يبقى هنا في 2. جميل. 0 وهنا nothing، يبقى نكتب هنا نمبر ايه؟ 1. اوكي؟ تمام. بكده احنا خلصنا ليسون 7. ان شاء الله هتلاقي في شيت موجود في اول كومنت تقدر تحله. ما تنساش لو عجبك الفيديو اشترك في القناه وفعل الجرس. اشوفكم في حلقه جديده. جود باي اند جود لاك.